يندرج هذا اليوم في إطار تنزيل مدونة الواجبات المهنية التي هي وثيقة قانونية لها آثار كبيرة على الممارسات المهنية، ونسعى من خلال هذا اليوم الذي يجمعنا بالهيئات المنتخبة للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين من أجل توحيد الرؤى لتنزيل هذه المدونة تنزيلا سليما موحدا على جميع الجهات المملكة، ونسعى من خلال هذا التنزيل إلى تخليق الممارسات المهنية ومن أجل يعني صد كل الممارسات التي قد يكون لها آثار سلبية على المهنة مهنة المحاسب المعتمد، ومن أجل تخليقها وكذلك من أجل محاربة الدخلاء على المهنة الذين يمارسون المهنة بطرق غير قانونية وغير شرعية. وأتمنى أن تعم الفائدة للجميع، ولأن الحاضرين هم الممثلين للمنظمة على مستوى جميع جهات المغربية، بحيث يحضروا معنا 8 ديال المجالس الجهوية والتي سيعهد لها بتطبيق هذه المدونة على صعيد الجهات. أولا باش نجاوب على السؤال ديالكم، لابد نقولوا أن القانون 127/12 المؤثر المهنة كيوضح في المادة الأولى ديالو كيوضح الصلاحيات ديال المحاسب المعتمد. أولا حتى ما خصكش تجاوز الصلاحيات ديالك، ما يمكنش غدا تعود مهنة أخرى، دير مهنة أخرى ديال التوثيق ولا ديال العدل ولا غير آخر. هذا الأول. الثاني كيقول لك كيفية الممارسة، كيقول لك يا إما بشكل فردي ولا عن شكل شركة. إذا كيوضح لك آليات كيف اللي غتمارس في هذه المهنه. ثالثا كيقول لك في طريقك لممارسه المهنه هل الممنوعات اللي ما يمكنش ديرها، مثلا الاشهار ممنوع عندنا في المهنه الا الدبلومات والكفاءه المهنيه اللي عندك. ثالثا كيقول لك ودي هذه المهنه راه منظمه باجهزه، خاصك تحترم هذه الاجهزه وخاصك تحترم القرارات ديالها. رابعا كيقول لك هذه المهنه راه تنظم مفهوم الزمالة فيما بينها، إذن خاصك تحترم هذا المفهوم الزمالة. خامسا كيقول لك ودي باش تكون محاسب معتمد خاصك واحد الكفاءة، إذن خاصك تحترم التكوين، العدد ديال التكوين. باش تمارس هذه المهنة خاصك 30 ساعة سيحددها المجلس الوطني بالكيفية ديالها ويشرف عليها المجالس الجهوية. خصنا قبل ما ندوي على الدبلومات غندوي على انها في 2021 ملي صدر القانون 53/19 المعدل للقانون 127/12 حد المهنه، قال من وراء 2025 ما يمكن يدخل مهنه المحاسب المعتمد الا لربح في مباراه تنظم من طرف اللجنه مشرفه على هذه المباراه. اذا كاين كل ما يخص المحاسبة، إما إجازة بعد باك بليس 3، إجازة في علوم اقتصادية، في علوم التسيير، في علوم المالية، في المحاسبة إلى آخره. كل ما هو عنده علاقة بالمحاسبة باك بليس 3 عنده الحق يدوز هاد المباراة ديال المحاسب المعتمد. اليوم إن شاء الله غيكون واحد اللقاء خاص بخصوص تنزيل مدونات الواجب المهنية والأخلاقية الخاصة بالمحاسب المعتمد الذي يجب أن يقوم مهامه وعمله على أحسن وجه. وكيف كتعرفوا احنا آخر مرة كان عندنا مستجدات كثيرة في قانون المالية الجديد، وعندنا إكراهات نعيشها في المجالس ديالنا، وكنتمنى يكون واحد التطور. راكم عارفين بأن المحاسب يجب أن يتعامل بشفافية وبإخلاص مع الإدارة، مع الزبناء على أحسن وجه، باش يكون الأمور ديالو دائما في المجال وفي التسيير اللي هو يعني مهم بالنسبة للإدارة ولا بالنسبة ليه. وكذلك كنطلبوا باش يكونوا دورات كثيرة، لأن كنعانيوا كثير، عندنا إكراهات كثيرة للتوعية والتحسيس. وشكرا لكم.